المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد حرف جديد وهو حرف الزال. قول ورايا: زال زال زال. تعالوا يا حبايبي حلوين ناخد شكل حرف الزال. بقول لي شكل حرف الزال ممكن يبقى بالشكل ده في حالتين: إذا جاء في أول الكلمة زي كلمة ذئب. قول ورايا: زال ذئب ذئب ذئب. أو ممكن يجي في وسط الكلمة وقبله حرف من الحروف الأشقية زي حرف الألف في كلمة أذن. ورايا: أذن أذن أذن. يبقى حرف الزال ممكن يجي بالشكل ده إذا جاء في أول الكلمة زي كلمة ذئب. ممكن يجي في وسط الكلمة إذا سبقه حرف من الحروف الأشقية زي حرف الألف في كلمة أذن. وبيقول لي حرف الزال ممكن يمد إيديه اليمين إذا جاء في وسط الكلمة زي كلمة حذاء. قول ورايا: حذاء حذاء حذاء. وممكن يجي في آخر الكلمة إذا التصق به حروف غير حروف الشائية زي حرف الياء في كلمة تلميذ تلميذ تلميذ. يبقى حرف الزال ممكن يجي بالشكل ده إذا جاء في وسط الكلمة زي كلمة حذاء. ممكن يجي في آخر الكلمة إذا سبقه حرف من الحروف الغير الأشقية زي حرف الياء في كلمة تلميذ. وبقول لي حرف الزال ممكن يجي كده لوحده مستقل إذا جاء في آخر الكلمة وسبقه حرف من الحروف الأشقية زي حرف الألف في كلمة أستاذ أستاذ أستاذ. يبقى حرف الزال ممكن يجي بالشكل ده إذا جاء في أول الكلمة زي كلمة ذئب. ممكن يجي في وسط الكلمة إذا سبقه حرف من حروف الأشقية زي حرف الألف في كلمة أذن. وممكن حرف الزال يمد إيديه اليمين إذا جاء في وسط الكلمة وسبقه حرف من حروف الغير الأشقية زي حرف الحاء في كلمة حذاء. وممكن يجي في آخر كلمة إذا سبقه حرف غير حروف الأشقية زي حرف الياء في كلمة تلميذ. وحرف الزال برضو ممكن يجي في آخر الكلمة لوحده مستقل إذا سبقه حرف من حروف الأشقية زي حرف الألف في كلمة أستاذ. تعالوا يا حبايبي حلوين نأخذ حركات الحرف. حركات حرف الزال: الزال لو جاءت فوقيها فتحة تنطق زا 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 زي كلمة ذهب. زال فتحة زا زال فتحة زا زي ذهب ذهب. وزي كلمة ايه؟ زيل زيل. يبقى زال فتحة زا زي ذهب وزا زيل. ايه الزال بقى لو جاءت تحتها كسرة تنطق ازاي؟ زال كسرة زي زال كسرة زي زال كسرة زي زي زراع زراع. زال كسرة زي زي زراع زي كلمة ذئب ذئب ذئب. يبقى زال كسرة زي زي زراع وزي ذئب. طيب بقى لو الزال ضمة تنطق ازاي؟ زال ضمة زو زال ضمة زو زال ضمة زو زي ذبابة. زال ضمة زو زي ذبابة. وزي ذرة ذرة. زال ضمة زو زي ذبابة وزي ذرة. طيب لو زال سكون بقى تنطق زق زق. واحنا عارفين السكون استحالة يجي في أول الكلمة، يأتي في وسط الكلمة زي كلمة جذر جذر. مزياع ياع. يبقى زال لو فيها فتحة تنطق زال فتحة زال. لو زال فوقها ضم تنطق زال ضمة زو. لو زال تحتها كسرة تنطق زال ضمة زي. لو زال سكون تنطق زال. تعالوا يا حبايبي حلوين نأخذ تدريب صغير حول حرف. بيقول لي ايه؟ ارسم دائرة حول حرف الزال. اولا صوت حرف الزال بينطق ازاي؟ ز ز. بيقول لي اول كلمة كلمة زقن. فين حرف الزال في كلمة زقن؟ شطار يا حبايبي، اول حرف من كلمة زقن نص دايرة وفيها نقطة زقن. كلمة قنفذ، فين حرف الزال في كلمة قنفذ؟ قنفذ اهي اخر الزال، جاءت في اخر الكلمة وواخدة نص دايرة وفوقها ايه؟ نقطة
أحسنت يا حبايبي، نضع حواليها دائرة كلمة ذئب. فين حرف الذال في كلمة ذئب؟ ذئب ذئب ذئب، هي أول واحدة. أحسنت شطار يا حبايبي حلوين. كلمة أذن، فين حرف الذال في كلمة أذن؟ أو ز ز زن، أهي الذال جاءت في وسط الكلمة في كلمة أذن. كلمة جذر، فين حرف الذال في كلمة جذر؟ جاءت في وسط الكلمة ومد إيديها اليمين. شطار يا حبايبي. بيقول لي إيه؟ أكمل بصوت حرف الذال مع الضبط. يعني بيقول الحروف التالية دي كلها تتاخد حرف الذال، بس أنهي واحدة فيها على حسب نطق الكلمة هناخد، إذا كانت فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون. يعني كلمة زي، زا 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 زا، احنا قلنا ايه؟ زا الفتحة زا، يبقى نضع زا الفتحة زا في كلمة زين. أحسنت يا حبايبي حلمين. كلمة زراع، زي 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 زي، زا الكسرة زي، زي زراع. شطار يا حبايبي حلوين. كلمة أو أذن، أو زو 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 زو، زا الضمة يبقى إيه؟ زون. زا الضمة زو، زي كلمة أذن هنضع عليها إيه؟ عزال إيه؟ ضمة. كلمة جي ز جي ز ر جي ز ر، الزال هتحط عليها إيه؟ سكون. شطار يا حبيبي، هنلتقي المرة القادمة مع حرف